اهلا بيكم يا شباب. من صغرنا احنا بنسمع عن الحياه الجامعيه وانها المرحله اللي فيها بتتغير حاجات كتير للاحسن، وطول الوقت في المدرسه كانوا بيصبرونا على الغرب اللي احنا كنا فيه ويقولوا لنا ان في الجامعه هتصحى براحتك وهتذاكر براحتك وهترجع وقت ما تحب وتنزل وقت ما تحب، واي حد يكلمك في البيت هترد عليه بمنتهى التناكه وتقول له انا عارف مصلحتي كويس. الحقيقه ان طول الوقت ناس عماله تهري وتقلف لدرجه اننا مش عارفين اذا كانت الناس دي راحت الجامعه اساسا ولا لا. الفيديو اللي جاي ده بقى حاب يلم الهري ده كله ويظبط لكم اربع شخصيات تقريبا دول اشهر شخصيات في كل الدفعات. يا بكينام يا بكينام، انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه. انت الحب كله او حته منه. انت عارفه انا بتمنى يجيلك فشل كلوي عشان اتبرع لك بكليتي، او شعرك يقع كله يقع عشان احلق زيرو. عارفه يا بكينام، انا قافش على موبينيل. عارفه ليه؟ عشان كل شهر بتخلص الباقه بتاعتي ومبعرفش اكلمك. اوه يا باكي، احنا لازم نتجوز وبسرعه، هو كده الوقت هيضيع مننا؟ احنا بقالنا 3 ايام نعرف بعض، مش معقول كده الحياه تجري مننا وقطر الحياه هيفوتنا وهيطلعنا ثاني ولا راحت عليك يا حلو. بقول لك ايه يا ولدي، خلي بالك من نفسك. ها لا ما تخاف، خلي بالك المدينه هنا وعره قوي يا ولدي، مش زي البلد احدانا. لا ما تخافش عليا يا ابوي، ما تخافش عليا، انا واخد بالي من نفسي كويس، ارفع راسك باذن الله. ايوه اديه يا ولدي. ايه يا ابوي، القول يا ابوي، هو عم محروس ما يجيش معاك ليه؟ وصلني. اسكت يا ولدي. مش عم محروس دخل الدود الجز على محصوله، جزجزته له كله وفشفشت الطوبه من تحت دماغه. يا ابوي يلا، المهم انه كويس. كويس ايه يا ولدي؟ اهتم ده لسه اول امبارح شاف سلعوه عم ترمح في المزرعه عندي. سلعوه راح قعد يجري وراها لغايه ما هي اللي جرت وراه وفشفشت عظمه كله. يا ابوي عم مات. طب ولد مسعود كان موجود؟ مسعود تعيش انت؟ انا عايش. هو جرال ايه؟ مات يوم ما ماتت خالتك تفيدة. خالتي تفيدة ماتت. اسكت يا ولدي، مش وقعت في الحفرة راح قوم عشان يطلعوها بالحبل، راح طلعت مشنوقة الفحرة. يا ابوي يلا بعد الجدر يا ابويا طلع لي ميتين تاني. يلا يا ابوي اتكل على الله. يا ابوي ايه الولاد العفشه دي؟ ده الواحد مش عارف الولد من البنته في الدامعه دي. ودي ايه دي؟ مالهم قاعدين عم يتمسخروا كده ليه؟ يا ساتر حوش يا عدرة، ده في واد مركب سجادات حمام في شعره؟ ده الواحد يخاف على نفسه وسط العالم دي. تمام كده، معايا ورق استكيشن، ورق المحاضرات، بس فاضل اخر محاضرة. بس دي الدكتور ما ادهاش، هجيبها ازاي دي؟ اه يا انجي، انا كويسة الحمد لله، وانتي عاملة ايه؟ ورق السكاشن بتاع الناس. طب ما يا بنتي موجودين في المكتبة. اه انتي عايزاهم يعني عشان كاتبة شرح المعيد، بس انا خطي وحش مش هتعرفي تقريه برضو. عايزاهم؟ طب بصي يا انجي فكك. يعني ايه فكك؟ انا ما بحبش ادي تعبير حد، انا اسفه. اوكي باي. هتلاقي معظم الشخصيات اللي بتقابلك في الجامعه
واحدة من الأربعة دول. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، تفتكر الشخصية دي عارفة تعيش صح؟ طب هي دي الطريقة المناسبة اللي ينفع شباب جامعة يعيشوا بيها حياتهم؟ الحياة المفروض يعيش بيها حياتهم؟ طبعا لا، لأن هم عايشين للناس مش عايشين لنفسهم. يعني مثلا الأستاذ ده ممكن تكون صداقات مع أولاد وبنات زي ما أنت عايز وبراحتك، طول ما أنت حاطط في دماغك إن كلهم إخواتك. المسيح حسنا إن تكون في شركة حية بيننا وبين بعضينا، وقال أحب بعضكم بعضا. أما الأستاذ ده فمش معنى إن في حاجات جديدة وغريبة أول مرة تشوفها فده يسمح لك إنك تدين الناس. بالعكس، مش معنى إن واحد مختلف معاك يبقى من جواه وحش. عندك مثلا أبسط مثال يوسف. يوسف ربنا خلاه ملك على مصر، أما أنتي فممكن تذاكري زي ما أنت عايزة لأن دي وزنة ادهالك ربنا ولازم تكوني أمينة عليها، لكن ده ما يمنعش إن ممكن تشير المذكرات والسكاشن مع أصحابك. وافتكر إن المسيح كان بيقول يصنع خيرا. أما أنتي فممكن تلبسي وتتشيكي زي ما أنت عايزة، بس افتكر إنك مخلوقة على صورة المسيح وإن شكلك بيعكس صورة المسيح. واخيرا بنحب نقول لكم ان احنا مبسوطين جدا ان انتم معانا النهارده في فصل القديس مرتا الرسول لكليه التجاره انجلش. بنحب نقول لكم دايما ان احنا نتشرف ان انتم تكونوا معانا، بتنورونا هنا في بيتكم التاني، عيلتكم الكبيره اللي دايما هتلاقوا فيها المحبه والسلام.